محمد عبد الستار، مدرس جراحة الكلى والمسالك جامعة الإسكندرية، استشاري جراحات ومناظير أورام الكلى والمسالك، عضو الجمعية الأوروبية والأمريكية لجراحي المسالك. مساء الخير، اهلا بحضراتكم. اسمحوا لنا في الوقت ده نتكلم عن اورام البروستاتا بنوعيها الحميد والغير حميد. البروستاتا غده موجوده عند كل الرجال، بتظهر نشاطها ما بعد سن الـ40، قد يظهر نشاط قبل سن الـ40، وده يمكن نتكلم عنه في فيديو اخر اللي هو احتقان البروستاتا عند الشباب. لكن موضوعنا النهارده عن اورام البروستاتا. الاورام البروستاتا الحميده، وده مرض شائع الحدوث عند الرجال ما بعد سن الـ50 نتيجه نشاط هرمون بينتج عنه أعراض بولية، قد تكون أعراض حادة منها تقطيع البول أو تصل إلى حد الاحتباس والحاجة إلى تركيب أسطر. أما النوع الثاني من الأورام فنقصد به الأورام غير الحميدة، نسب الإصابة بها ما بقتش قليلة زي الأول نتيجة الاهتمام بتشخيصها في مراحلها الأولية. خلينا نرجع ونقول أنه تشخيص أورام البروستاتا بيعتمد على سماع المريض، سماع شكوى المريض بمختلف أعراضه البولية، ثم بنلجأ إلى الفحص، والفحص مهم جدا في أورام البروستاتا لتشخيص تضخمها وتشخيص نشاطها عن طريق الفحص الشرجي لغدة البروستاتا. ثم نلجأ بعد كده إلى تحليل دم. أنا الحقيقة بعتبره دلالات نشاط البروستاتا، وهو تحليل الـ PSA، لأنه بيعبر عن نشاط البروستاتا في كتير من الأحوال، منها الالتهابات الحادة، الالتهابات المزمنة، التضخم الحميد، ويمكن كمان الأورام غير الحميدة. علشان نأكد وجود الأورام غير الحميدة بنلجأ إلى أخذ عينة من البروستاتا عن طريق فتحة الشرج باستخدام جهاز الأشعة التلفزيونية اللي بتقدر تقول لنا نوع الورم ودرجة نشاط الورم. بنجمع المعلومات دي وبنحطها كمان مع معلومات من أشعة الرنين على منطقة الحوض، أشعة المسح الذري على العظام، وبنصل إلى درجة نشاط الورم ودرجة انتشاره علشان نبدأ ناخد قرارنا السليم اللي يكون في مصلحة المريض. عندنا أنواع العلاجات الخاصة بالأورام الحميدة بتتنوع ما بين العلاج الطبي أو اللجوء إلى استئصال تضخم البروستاتا عن طريق المنظار باستخدام أحدث أنواع المناظير والليزر، وده اللي متاح في مستشفى الكلى والمسالك، إلى جانب طبعا العلاجات الخاصة بأورام البروستاتا الغير حميدة اللي على رأسها الاستئصال الجذري للبروستاتا مع الغدد الليمفاوية، سواء بالتدخل الجراحي أو عن طريق منظار البطن الجراحي. وما ننساش دور العلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني عن طريق الأقراص أو الحقن في علاج أورام البروستاتا الغير حميدة. وزي ما تعودنا في الفيديوهات السابقة إن احنا بنأكد على أهمية نظام المتابعة الدورية، وده من الحاجات الكتيرة اللي بتميز قسم الأورام في مستشفى الكلى والمسالك، وجود برنامج للمتابعة الدورية ما بعد استئصال الأورام الغير حميدة لضمان عدم رجوعها. دمتم في صحة وعافية.